صباح الخير عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في جولة مع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجه رسالة للعيبة قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار في دور الستاشر في بطولة أمم إفريقيا، وقال كيروش في رسالته: بمناسبة الأدوار الإقصائية أهنئكم أيها الشباب على الوصول لهذه المرحلة، وأنتم تستحقون بالفعل الوصول لهذه المرحلة، واليوم علينا أن نعرف أن الفرق بين الخسارة والمكسب بات صغيراً جداً، والفريق الفائز هو الذي يزيد من بذل تضحياته طبقاً لمستوى الطموحات، وسنخوض المباراة بهدف أسمى وبإصرار على أن نقدم أعظم أداء لمنتخب مصر. ومن ناحية تانية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن فوز محمد الشناوي حارس النادي الأهلي والمنتخب الوطني بجائزة أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكتب الحساب الرسمي للكاف على تويتر: حامي العرين بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2021. 10 منتخبات إفريقية بينهم 4 منتخبات عربية بتنتظر النهاردة الساعة 5 بالليل قرعة الجولة الأخيرة والدور الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لحسم مصيرها بالتأهل لكأس العالم 2022 من عدمه. رجع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك لقائمة الفرقة المحلية بعد غياب استمر لأكثر من 140 يوم بسبب الإيقاف اللي تعرض له في نهاية الموسم اللي فات، بالإضافة للإصابة اللي حصلت له بفيروس كورونا، وبكده بينضم شيكا لقائمة الزمالك عشان يستعد لمواجهة غزل المحلة النهاردة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية. قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أسفرت عن مواجهة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، وهتتلعب المباراة في ملعب أتلتيكو في سان ماماس، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأسباني نتائج القرعة اللي هيلعب فيها ريال سوسيداد قدام ريال باتس، وفالنسيا ضد قادش، ورايو فايكانو ضد مايوركا. باب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أكد غياب الجزائري رياض محرز جناح الفريق عن لقاء الفريق اللي قدام ساوثهامبتون النهاردة ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا.